الطب التصنيفي مبني اساسه على الطب الالماني الحديث، ودكتور هامر بنى الطب الالماني الحديث كله على قرايته للاشعه المقطعيه. فالاشعه المقطعيه هي الاساس العلمي او هي الاداه التشخيصيه العلميه اللي بنى عليها دكتور هامر الطب الالماني الحديث كله. ايه هي الاشعه المقطعيه من منظور الطب التصنيفي؟ الاشعه المقطعيه هي اداه تشخيصيه نستطيع ان نرى من خلالها بدليل مادي نمط الاضطراب الشعوري ونوعه ومرحلته، لان اي مرض وراه ايه؟ وراه نمط اضطراب شعوري. تستطيع تماما وبدقه متناهيه معرفه الشعور المضطرب، لان معرفه المكان في الاشعه المقطعيه يحدد طبيعه الشعور من طبيعه المكان، لان المكان مرتبط بالنسيج، وبالتالي بنعرف طبيعه الشعور، ومن شكل النمط الشعوري بنعرف المرحله الشعوريه المرتبطه بالمرض، وبالتالي يساعد على تشخيص الاضطراب العضوي او النفسي. ده في غايه الاهميه، لان احيان كتيره بنشوف اضطرابات ولسه حتى ما بتكونش باينه عضويه، فممكن نتنبأ بيها بمشكله احتمال تحسن. وقطعا بنشوف علاقات ما بين الصدمات تقدر تدينا معاني كتيره جدا ومهمه جدا بالنسبه لنا، ودي احد المناطق العلميه اللي هيبقى فيها حجم توسع ضخم جدا في السنين الجايه، اللي هو اقامه العلاقات ما بين الانماط الشعوريه المختلفه. شوف مثلا نمط شعوري في القشره المخيه، وبعدين هتشوف نمط شعوري تاني قصاده في القشره المخيه من الناحيه التانيه. هنبدا نعمل الفتره الجايه العلاقات ما بين الانماط الشعوريه ونبدا نفهم ايه اللي بيحصل، وده مش هيحصل الا بالشغل في الحالات، المريض هو اللي بيعلمنا. الاشعه المقطعيه توثيق للحاله الشعوريه في زمان محدد، وبالتالي احنا ما نعمل اشعه مقطعيه ممكن بعد سنه لو عملنا اشعه مقطعيه ثانيه نلاقي اشعه مقطعيه مختلفه، وده بعد وفكر جديد اصلا مش موجود حتى في الطب. احنا بنبص على الانماط الشعوريه اللي موجوده بتبان في شكل النسيج نفسه بتاع الدماغ، نستطيع ان نعرف منها تطور الحال بشكل موثوق وثابت وقابل للقياس. الاختبارات النفسيه واختبار الالوان نستطيع ان نقيس بها الاضطراب الشعوري، ولكن لا نستطيع ان نعرف الحده، ما نعرفش حده الاضطراب، ما نعرفش حجم الاضطراب، علاقات الاضطراب بالاضطرابات المجاوره. مثال في علم الباثولوجي، علم الباثولوجي هو علم الامراض، لا يفرق بين سرطان ثدي الغدد اللبنيه وسرطان ثدي القنوات اللبنيه، لذا علم الباثولوجي يعطينا صوره عامه، لكن من خلال قراءه الاشعه المقطعيه نستطيع معرفه مكان الاضطراب بصوره محدده وتحديد طبيعه المشاعر المضطربه، لان حضراتكم القنوات اللبنيه صدماتها موجوده فين؟ قشره المخيه، بينما الغدد اللبنيه صدماتها موجوده فين؟ في المخيخ. ممكن جدا الشعورين دول يشبكوا ببعض وتطلع فعلا ادينو دكتور قشره. نمطين شعوريين حاصلين في منطقتين مختلفتين لنفس الشخص، ليه؟ لان التجربه الشعوريه ممكن تجيب بعضها، يعني واحده مثلا خايفه على اولادها جدا ان هم يتبهدلوا في الانفصال من جوزها، دي ممكن تدخلها فين؟ في ادينوكارسينوم وألم في الغدد اللبنيه، وفي نفس الوقت محروقه على الانفصال نفسه، دخلها في دكتور كارسينوم، فممكن ورم الغدد اللبنيه وورم القنوات يشتغلوا مع بعض سواء بتوقيت واحد او بالتتابع. بقراءه انماط الاضطرابات الشعوريه في الاشعه يمكن تحديد الشعور المضطرب، سواء كان شعور الملكيه او شعور القدره او شعور الامان او شعور الحريه. دي مشاعر الاساسيه الاربعه، ودي موجوده في طبقات المخ الاربعه. في هذا البرنامج سنتعلم كيفيه قراءه انماط الاضطرابات الشعوريه في الاشعه المقطعيه للدماغ. ماذا نقرا في الاشعه المقطعيه؟ ثلاث معلومات اساسيه سوف نتمكن من قراءتها. واحد، انسجه الجسم المصابه او احتماليه اصابتها مستقبلا نتيجه الاضطرابات الشعوريه التي تتعرض لها العميل. ففي نسيج وفي اضطراب شعوري، فممكن جدا يبقى المرض واضح او في احتمال انه يحصل. ولذلك ممكن يجي لك عميل وتشوف في الاشعه المقطعيه صدماته وتقول انت مثلا عندك مشكله كذا، يقول لك لا ما عنديش، وبعد كده يجي لك بست اشهر عنده المشكله دي. تاني معلومه، اني بعرف الحاله الشعوريه اللي ورا الاضطراب، لان شكل النمط الشعوري بيحكي لي الحكايه كلها. تالت معلومه اساسيه، ان احنا هنعرف المرحله الشعوريه، مرحله الاضطراب. المعلومه الثالثه هي جزء من المعلومه الثانيه، الحاله الشعوريه بتوصف الفيز، بتوصف الاضطراب مساحته قد ايه، بتوصف تاريخه ونشاطه من شكل الدوائر،